بتنظيما من راهبات الفرنسيسكان مرسلات مريم، وبدعما من البعثة البابوية في الأردن. أقيمت في مركز سيدة السلام جنوب عمان دورة التعليم المسيحي حول كيفية قراءة النصوص الصعبة من الكتاب المقدس وكيفية تعليمها إلى الأبناء المسيحيين. وقد حضر في الدورة التي شارك بها عدد من المعلمين والمعلمات الأب زكي صادر اليسوعي، الذي أجاب بدوره على تساؤلات المشاركين حول بعض النصوص الإنجيلية وكيفية التعامل معها. لكن نحن هاليومين بلقاء مع أساتذة التعليم المسيحي، وهدف اللقاء هو الكتاب المقدس، بمعنى أنه شو هي أفضل الطرق أو كيف منسهل طريقة فهمنا للكتاب المقدس، وهالطريقة بتسهل علينا أنه نعطي نشرح الكتاب المقدس للي عم نشرح لهم إياه، إن كانوا أطفال أو إن كانوا بالغين. هالدورة رح يكون فيها ثلاث أجزاء هي أساسية رح ترجع دايما. الجزء الأول شو يعني مقدس وشو يعني كتاب مقدس، يعني شو المفهوم تبع الكتاب المقدس. الجزء الثاني رح نسميه النصوص الصعبة، يعني كيف بأي طريقة ممكن نعتمدها لنفهم النصوص الصعبة، إن كان بالعهد القديم وإن كان بالعهد الجديد. شو يعني نصوص صعبة؟ يعني النصوص يلي وجه الله المحبة ما بيبين فيها بطريقة تلقائية وسهلة. والجزء الثالث كيف ممكن الكتاب المقدس يكون بكل نصوصه السهلة والصعبة هو أداة للصلاة والنمو بالحياة الروحية. فكمان رح ناخد أوقات من الصلاة الشخصية بطرق معينة تناسب الكتاب المقدس. إذن هناك طرق صلاة يعني هي ما بتطبق إلا على الكتاب المقدس، رح نشوفها مع بعض، إن كانت طرق شخصية وإن كانت طرق جماعية. دورة التعليم المسيحي لهالسنة احنا أعلن عنها عن طريق موقع مركز يوحنا المعمدان. هاي الدورة احنا مش أول مرة بنعملها، عدة مرات بنطلق هاي الدورات. هالمرة كانت الدورة هي اخترنا أبونا زكي يجي. موضوع الدورة كانت هي إنه المواضيع هاي بكتاب المقدس الصعبة اللي بنقدر نعطيها للأولاد للأطفال، كيف ممكن احنا نقدمها، يعني كيف نعطيها بطريقة شوي تكون وكيف نقدر نجعلها حالية آنية بحياة الولد. يعني فبلشنا هاي الدورة بهم سيد السلام لأهل الشمال والأهل عمان. في دورة تانية إن شاء الله يوم السبت رح تكون لأهل الجنوب، أبونا زكي رح يروح لأهل الجنوب. فهيك بنكون إحنا شملنا كل المنطقة بالأردن لكل الناس. في تجاوب إجا من هوني تقريبا 51 شخص تجاوبوا من المدارس، إجوا معلمين، إجوا من العراقيين إخوتنا العراقيين، من الفحيص، من الحصن، من عمان، يعني من مختلف المناطق إجوا تجاوبوا بهالدورة. هاي الدورة من تموين البعثة البابوية، بنشكرهم على هالدعم الكبير اللي بيقدموه دائما لنا، ومش أول مرة ولا آخر مرة، رح يكون إن شاء الله بالسنة مرتين هيك دورة تعليم مسيحي. وهالزيارات اللي بنقوم فيها كمان هي من تموين البعثة البابوية. يعني بنشكر نور سات، يعني أنتم دائما داعميننا بحضوركم، وبنشكر دكتورة باسمة بالفعل. الدورة بخصوص القراءة للنصوص الصعبة في الكتاب المقدس، وحسينا أنه نحن عن جد بحاجة لمثل هيك دورات. حتى أنا بجزء لي 12 سنة تقريبا عم بدرس تربية مسيحية، ولكن بضل الواحد دائما بحاجة إلى المزيد من القراءات وتفسيرات في الكتاب المقدس، حتى نستطيع بدورنا إحنا كمعلمات تربية مسيحية أن ننقل هذا التعليم اللي رح يوصل لنا لطلابنا بطريقة صحيحة سليمة، حتى يكون جواب لكل التساؤلات اللي بتسألوها الطلاب عن النصوص الصعبة حقيقة اللي بتكون موجودة في الكتاب المقدس. أسلام المسيح، إحنا من شبكة القديسين بطرس وبولس الحصن، إحنا جينا اليوم لحتى نتشارك خبراتنا مع العراقيين. طبعا بهذا اللقاء حابين نشوف المشاكل والثغرات اللي ممكن نوقع فيها ونجدلها هاي الحلول، لحتى لما نرجع على كنائسنا نقدر نعطي الأطفال هاي الفائدة اللي احنا أخذناها اليوم. وطبعا بنحب نشكر الأب زكي صادر على هاي اللفتة الحلوة، بحيث انه نتعرف على بعض ونتشارك بهاي الأمور الدينية والروحانية بشكل أفضل.
اليوم اجتمعنا بدورة كلش مهمة أنا أشوفها، خصوصاً لنا كمعلمين تعليم المسيحي، هي دورة عن شون إحنا نقدر نوصل ونشرح نصوص الكتاب المقدس، خصوصاً عندنا نصوص قديمة من العهد القديم صعب نوصلها لأطفال بأعمار صغيرة. الدورة مقدمة من الأب زكي صادر اليسوعي، صراحة الأب زكي غني عن التعريف، حضر الدورات سابقة له ولهذا تحمست هواية أنه أحضر هاي الدورة. أحس أنه إحنا بحاجة لهيج دورات، خصوصاً أنه إحنا هنا ما بين عراقيين، معلمين عراقيين وأردنيين، فدي يصير تبادل خبرات جداً رائع بيناتنا، وطلابنا أيضاً دي يجون من خلفيات ومجتمعات مختلفة، يعني بيئات مختلفة، فصار سهولة أنه نتبادل خبرات حتى نعرف إحنا شلون نوصل الكتاب المقدس بطريقة أسهل وحتى يقدر الطالب يفهمها. بحب أشكر الأب زيد حبابة، هو اللي وصلنا الدعوة من الراهبات الفرنسيسكيات، وأيضاً أحب أشكر أبونا زكي صادر على أنه خصص هذا الوقت أنه يجي الأردن يقدم لنا هاي الدورة. شكراً.